انجليزي ميديوم هو الجزء الثاني للفيلم هندي ميديوم الناجح في سنة 2017 بنفس الطاقم الممثلين على راسهم طبعا عرفان خان وديبك دوبريال، لكن الأحداث هلا وغلا، معاكم حمد سيف الريامي. انجليزي ميديوم هو الجزء الثاني للفيلم الناجح في سنة 2017 هندي ميديوم. طبعا الأحداث هنا مختلفة وليست مترابطة مع هذاك الفيلم. نعم العنوان يعطيك دلالة على أنك أنت راح تشوف فيلم يتكلم عن التعليم، ويتكلم عن التعليم باللغة الإنجليزية، ويتكلم عن التعليم في الهند، ويتكلم أيضا عن التعليم راسه في الخارج. فهذا المربط الرئيسي في الفكرة، لكن ما هي الأحداث في هذا الفيلم؟ الأحداث مختلفة. الأحداث هنا تتكلم عن عرفان خان الذي يربي بنته على الدلع وعلى الطاعة أيضا، وأيضا هي البنت توصل لمرحلة أن هي دائما تطلب طلبات وهو يحاول يلبي لها، لكن في أشياء ما يقدر يلبي لها بس يقولها إن شاء الله بعدين بعدين بعدين. فبهذه الطريقة لما توصل إلى العمر 17 سنة وتقول لا أنا أريد أكمل دراستي في بريطانيا في لندن، وتعرفون الصعوبة هنا كيف تكون عند الأب إنه هو كيف يقدر يودي بنته إلى لندن ويفترق عنها، وكيف في نفس الوقت إنه يقدر يوفر الأمور هذه كلها الفلوس وغيره. لكن هو شخص يعني مقتدر نوعا ما، لأنه هو عنده محل كبير لصناعة الحلوى، وكذلك أخوه يشاركه في محل آخر اللي مثل ديبك دوبريال، بينهم مشاجرات طبعا، وكذلك الأهل المنطقة كل واحد ماخذ المسمى التجاري لهذا المحل اللي هو باسم جد عرفان خان وكذلك جد ديبك دوبريال. لكن الناس الآخرين داخلين في هذه القضية يقول لا هذا مو بجدهم، هذا جدنا نحن، يبون هذا الاسم لأن الاسم هذا ماركة. طبعا على هذا المنوال تصير أحداث كثيرة، أنا ما راح أتطرق لهذا الموضوع، بتطرق على الحدث الرئيسي ألا هو من بعد ما يودي بنته إلى لندن، ومن بعد ما تدرس في لندن تحدث هناك بعض المفارقات، ومن بعد هذه المفارقات راح توصل إلى مرحلة النهاية في الفيلم اللي هي فيها رسالة مهمة جدا يتكلم عنها هذا الفيلم، وهي الرسالة. لازم أنت تشوف الفيلم في نهاية الأمر. مخرج الفيلم هومي أدجانيا اللي عمل أعمال مثل Being Cyrus وفيلم Finding Fanny، وكذلك عمل فيلم كوكتيل، أعمال فيها نوعا ما النمط الغربي، لكن هو عنده إحساس جيد جدا وعنده أسلوب حلو في إخراج الأعمال. هذا الفيلم هو بالنسبة له ممكن يكون جديد، لأن هذا الفيلم يتكلم بلهجة راجستانية، واللهجة الراجستانية صعبة جدا اتقانها عن بعض الممثلين، لكن في بعض الممثلين اتقنوها بشكل جيد جدا، وهو يعني قاعد ياخذ محور نوع نوع مختلف عن افلامه، لكن بعد الاساس موجود له، هو اساس بريطانيا ولندن ايضا في هذا الفيلم موجود. الجميل في هذا المخرج انه هو قدر يسيطر على كل الممثلين اللي عنده موجودين. الفيلم فيه تقريبا كاست كبير جدا من الممثلين، سواء كان من عرفان خان، ديبك دوبريال، راديكا مدن، نبل كباديا، كارينا كابور، رامبير شوري، بانكاج ترباتي، كيكو شاردا، زاكر حسين، حتى الأغنية اللي عملوا لها لهذا الفيلم في أغنية لترويج هذا العمل، يا أبو ممثلات معروفات مثل آليا بهاد، جانفي كابور، وكريتي سانون موجودين في هذه الأغنية. يعني الفيلم يعني زخم فيه من عدد الممثلين والكاس الموجود في هذا العمل. هل هذا ضد هذا العمل أم هو لصالح هذا العمل؟ قبل ما أتطرق على مواضيع الفنية راح أتكلم عن موضوع مهم جدا وحساس عن بعض النقاد الموجودين في الهند، وكذلك بعض النقاد اللي يشوفون هذه الأعمال ويعرفون يتكلمون عنها. أنا راح أقول لكم حاجة واحدة، ألا وهي الفيلم اللي هو يسمونه رود ترب، فيلم الرحلة، عادي أنه يكون فيه تقريبا عدد كبير من الممثلين والكاست يكون كبير جدا. نعم ان هناك في بعض النقاد زعلوا من موضوع ان كيف كارينا كابور ترضى على نفسها هذا الدور، كيف دبل كبادية موجودة في هذا الدور القصير، كيف يطلع لي فلان مثل بنكاج ترباتي في دور بسيط لمدة كم دقيقة. هذا الموضوع كان موجود في السينما الهندية وحصل في كثير من الافلام. هل نسيتوا فيلم كوارا باب؟ كوارا باب اللي هو من إخراج محمود ومن بطولة الرئيسية، طبعا يتكلم عن الأب اللي يربي طفلة اللي هو أصلا كان حصلها بالتبني.
كم ممثل كان موجود في هذا العمل من غير الشخصيات اللي كانت تقريبا شبه رئيسيه في الفيلم مثل سنجيف كومار ولا أنود مهرا؟ كان في الفيلم موجود درمندر، ميتا بتشن، هيما مالني، دارا سينغ، يوغتا بالي، أليتا باور، وايدين كانوا موجودين في هذا الفيلم. حتى فيلم لقي روهو منا بهاي اللي هو الجزء الثاني من فيلم من سلسلة أفلام منا بهاي، في تقريبا أكثر من 16 شخصية في هذا العمل مع سنجداد وأرشد وارسي وفيديا بالان وبامن إيراني اللي هم شخصيات الرئيسية. في ممثلين وايدين موجودين في هذا العمل، طبعا نقدر نقول عليهم إن في ممثلين مش معروفين لكن عدد كبير من الشخصيات. يعني لو هذا الفيلم اللي هو إنجليزي ميديوم كان شخصيات مش معروفة في السينما راح تقول لي كناقد تقول أوكي هذا مثل جديد وكان دوره جيد وكان هذا أول مرة نتعرف عليه في هذا الفيلم، كان رح تبعدونا برور الكرام. لكن عشان شفتوا أسماء معروفة رحت قلتوا يا أخي كيف هذا دوره بسيط وكيف هذا لا هذا مش منطق. هذا فيلم اسمه رود تريب، أي فيلم أمسكه اللي فيها قصة رحلة هذه الأفلام تكون فيها عدد كبير من الممثلين. الرحلة مو بشرط أن تكون رحلة بالسيارة ولا رحلة بالطيارة، الرحلة تكون من الطفولة إلى ما شخص يكبر. هني قصة عرفان خان من ما هو تقريبا مراهق إلى ما تزوج لين ما زوجته ماتت وبنته كبرت وراح معاها لندن، وهذه الأحداث كلها هذه قصتهم، هذه موجودة فيها. حتى أفلام البايوغرافي يكون فيها عدة شخصيات، فهذا الموضوع أنا أشوفه عادي جدا. النقد اللي جاء على هذا الموضوع بطريقة سلبية أنا أعتبره نقد جدا خاطئ. نتكلم عن المحاور الأساسية في هذا العمل، الموسيقى التصويرية كانت نوعا ما جيدة، في أغنيتين حلوين في هذا الفيلم، أغاني جديدة، أغنية واحدة ممكن تكون ريميكس لكن في أغنيتين حلوات في هذا الفيلم. الأغنية المشجعة للدراسة والمشجعة للحياة هذه جدا جميلة، عجبتني في هذا الفيلم مع الصوت الجميل صراحة للبنت اللي كانت تغني هذه الأغنية. كذلك الصورة البصرية لهذا العمل جدا رائعة، تصوير الفيلم في مناطق كانت اللي هي مناطق اللي موجودة في الهند في القرية وكذلك في لندن. شيء سلبي نقدر نقول عليه في هذا العمل وهو الفيلم في بعض المراحل الكتابة كانت فيها نوعا ما ممكن تكون غريبة. الغريبة شو الموضوع هنا الغريب؟ ان انت قاعد تكتب احداث تلو الاخرى فجمعت عندك احداث جديدة في هذا العمل وعملت لك شوية بعثرة وعبثية في بعض المشاهد اللي خاصة كانت تصورت في لندن. فانت قلت يا اخي ليش هذا الموضوع جاي وليش هذا الموضوع جاي وليش هذاك ساير، امور كثيرة اختلطت على بعضها البعض. هذا كان اعتقد في خطأ في الكتابة. لكن المربط الرئيسي في الفيلم هي قصة الاب والبنت، والبنت بتدرس والاب يحاول بقدر المستطاع ان يوفر لها هذه البيئة الدراسية. الحين بنتكلم عن الممثلين في هذا العمل، طبعا على راسهم الفنان الكبير عرفان خان. عرفان خان بعد ما رجع من رحلة علاجية من مرض السرطان الله يشافي رجع مرة ثانية يتعالج الحين حاليا في هذا العمل. عرفان خان يعني أقل مشهد يعمل فيه جهد بسيط راح تصفق له لأن أنت قاعد تشوف فيه عيونه تمثيل رهيب جدا. أنت لما تشوف هذا الممثل تقول يا أخي هذا الممثل من الصعب تحصل عليه في السنين أو الخمس سنين أو ست سنين مرة واحدة يطلع لك ممثل مثل هذا الممثل بمكنونات تمثيلية غريبة وعجيبة. كنز عند هذا الفنان عرفان خان في هذا الفيلم، راح يضحكك راح يبكيك راح يونسك راح يعطيك حياة وراح يعطيك أمور كثيرة وتستلهم منه أشياء كثيرة. هذا الفنان هو الروح، أنا سميته في هذا الفيلم الروح الأساسية كان عرفان خان. صعب أي واحد يقدر ينافسه هذه السنة كأفضل ممثل رئيسي لهذا العام. هو نعم السينما الهندية أو الجواز السينما الهندية أنا ما أعترف فيها ولا راح أعترف فيها، لكن أنا أقول لكم إياها أنه هو حاليا التمثيل اللي أداه في هذا العمل من الصعب أني أشوف في أي ممثل آخر هذه السنة بالذات في بوليوود. من بعد جاء الفنانة راديكا مدن اللي تمثل دور البنت اللي عمرها 17 سنة. أنت شفتوا راديكا مدن في فيلم بتاخا قبل تقريبا سنتين، وأيضا شفتوها قبل سنة في فيلم مرتكو درد نهي هوتا. دورها في هذا العمل دور بنت عمرها 17 سنة. أنت شو تتوقع من بنت مراهقة عمرها 17 سنة تتكلم معك بأي طريقة؟ تتكلم معك بطريقة تكون مثل الحرمة الميتشورد الحرمة البالغة؟ لا، أكيد بتتكلم مثل بنت صغيرة لها طلبات، يوم تبكي أوفر ويوم تضحك أوفر، يوم سمونه تاكل بشكل شوية فيها شراهة وسرعة. هذا العمر ترى في هذا الفيلم هي أثبتت أن هي قاعدة
تؤدي دور البنية اللي عمرها 17 سنة، وكانت صراحة واقعية جدا في هذا العمل. في أكثر المشاهد في هذا الفيلم أنا حسيت بواقعيتها، وكانت جديرة أنها تنقال عليها مثلة شاطرة، وأداها كان جدا قوي في هذا الفيلم. الآن مع الهرم الثالث في هذا الفيلم اللي هو الفنان ديبك دوبريال اللي أنا سميته حياة الفيلم. فنان جاد في أدواره، أي دور يمثله يلبسه. شفناه قبل أسبوع في فيلم كامياب، دور الشخص اللي يعمل كاستنج حق ممثلين كان جدا قوي في هذاك الفيلم. كذلك شفنا في فيلم لال كابتان تذكرونه مع سيف علي خان، دور الشخص اللي هو يعمل كجاسوس كان جدا رائع هذاك الفنان في هذاك الفيلم. هني ديبك دوبريال يا أخي صراحة مبدع. هذا الفنان في هذا العمل كل لقطات الكوميدية أنت لازم تضحك، أول ما يظهر تستعد للضحكة، ومن بعدها راح تعرف ان هذا الفنان عنده مكنونات تمثيلية اخرى غير الضحك، انه عنده دراما، عنده اسلوب، وعنده شيء مهم الا وهو انه جاي يتحدى مين؟ يتحدى عرفان خان، وهو صراحة اتحدى في بعض المراحل. هذا الفنان ديبك دوبريال يستحق انه يكون واحد من الممثلين المهمين في السينما الهندية. باقي الممثلين في هذا العمل كل واحد له اداء خاص. يعني لو قلنا على كارينا كابور في هذا الفيلم، هي تمثل دور ضيفة شرف في هذا الفيلم، لكن دورها اساسي ومهم، عندها لمحات جيدة في هذا الفيلم. مع ديمبل كبادية اللي تمثل دور امها، ايضا ديمبل كبادية بعد فترة طويلة نشوفها، ايضا كان لها وجود مهم في هذا الفيلم، لان مسار الفيلم يحتاج لهذه الممثلين في هذا الفيلم. بنكج ترباتي يطلع لك في مشهد بسيط، المشهد بروحه هذا البسيط ياكل الفيلم صراحة في هذا المشهد. هنا يعطيك دلالة على قوة هذا الفنان وقوة هذا الممثل. رامفير شوري موجود في هذا الفيلم، رامفير شوري بعد فترة طويلة بعد نشوفه في أداء جيد، أداء حلو وأداء جميل صراحة. كيكو هذا الفنان اللي نعرفه نحن في البرنامج الكوميدي اللي مال كابيل شرما، في هذا الفيلم يعني تشوف فيه عنده ملامح درامية، يقدر يؤدي دراما أيضا، فأيضا كان دوره مش على الفاضي، يعني أعطانا مجال أن نقول عليه يا أخي هذا نقدر ناخذه في أفلام ثانية. زاكر حسين أيضا ضيف شرف في هذا الفيلم، دور القاضي اللي تشوفونه في لقطات الإعلان صراحة أيضا لها قفشات حلوة وله يعني وجود جيد في هذا العمل. ميديا ممكن يكون في شوية بعثرة في بعض المراحل، وممكن أيضا يكون في شوية خلط في بعض الأحداث، لكن إذا الخيط عندك بعده هو متماسك من البداية للنهاية، وكذلك أنت تشوف فنان مثل عرفان خان بهذا الوزن الثقيل أمام الشاشة، لأن هذا الفيلم مرات تقول عليه اللي شاله بشكل كبير جدا هو عرفان خان، فأنت في نهاية الأمر راح تقول يا أخي كل هالأمور خلها على جنب، وأنت تشوف فيلم تطلع من السينما وانت فرحان وانت في وجهك ابتسامة، وكذلك وصلت عندك الرسالة اللي هي مبتغى هذا العمل. لذلك أنا هذا الفيلم أعطيه 3.5 من 5 يستحق هذا الفيلم، وشوفوا في السينما إذا تقدروا تشوفونه أو انتظروا على الأونلاين. أدري أن هاليومين موضوع الكورونا ممكن خلي الواحد يعني ما يطلع برا يشوف الفيلم، فانتظروا هذا الفيلم شوفوه صراحة فيلم يستحق المشاهدة والتقدير. وأنا أدري بعض النقاد يمكن عشان أنهم تأثروا من موضوع كورونا والأخبار هذه جابوها كضدية على هذا الفيلم، لا الفيلم يستحق المشاهدة ويستحق هذه العلامة اللي أنا أعطيتها. شكرا جزيلا على المشاهدة، نشوفكم على خير إن شاء الله في أفلام ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انجليزي ميديوم هو الجزء الثاني للفيلم الناجح اللي نزل في 2017 هندي ميديوم. طبعا الاحداث هنا مش مترابطه بحيث نقدر نقول عليه هذا فيلم كيف نقول يا اخي